لماذا يتم ترحيل أبناء المحافظات الشمالية والهروب من وجه القاتل الصريح؟ هل هي محاولة إماراتية للخروج من الضغط الإعلامي حول إعلان التوافق الإماراتي الحوثي إيراني؟ أم أن هناك توجه لصناعة العنف ونشر خطاب الكراهية في عدن؟ أهلا بكم. شنت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات حملة مداهمات للأسواق والبساطات والمحلات الخاصة بأبناء المحافظات الشمالية واعتقالهم ونهب ممتلكاتهم وترحيلهم قسرا من عدن. ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف العرض العسكري للقوات التابعة للحزام الأمني، فذهبت لغة التحريض لملاحقة البسطاء من الناس. هل أصبح خطاب التحريض والكراهية غطاء للفشل في تحول الميليشيا لدولة؟ كيف ساهمت الإمارات والسعودية في تفكيك الشرعية وإضعافها وعدم تقديم حلول بديلة؟ وهل تكفي حالة الرفض المجتمعي شمالا وجنوبا لما يحدث؟ أم أن الدولة تتحمل تبعات الانفلات الأمني وعدم احتكار القوة؟ من أين أنتوا؟ تكلموا من أين أنتوا؟ من تعز وأنت من أين أنت؟ من تعز وأنت؟ من ريمة؟ هكذا تبدو مدينة عدن في هذه الأثناء، مصيرك يعتمد على إجابة سؤال: من أين أنت؟ هؤلاء عمال من أبناء محافظات شمالية، قام جنود تابعون للحزام الأمني بإيقافهم عن أعمالهم بالقوة قبل أن يقوموا بطردهم من عدن إلى خارج حدود ما يسمونه الجنوب العربي. جاءت حادثة استهداف معسكر الجلا وسط مدينة عدن لتمثل فرصة لبعض القوى لتأجيج الكراهية والعنف في المدينة التي يتحكم بها هؤلاء كميليشيات منفلتة لا تحتكم لقانون ولا تكترث للعواقب. هذا أبناء المناطق الشمالية الذين لم يقاتلوا في بلادهم، جاءوا يقاتلوا الجنوبيين. لم يكن هؤلاء سوى بائعي خضار أو عمال بناء يعيلون أسرهم، لكنهم وجدوا أنفسهم ضحايا حرب وحسابات ضيقة وصراع إقليمي، وسيتوجب عليهم دفع ثمن ذنب لم يقترفوه أصلاً. الرئيس الذي يقيم في الرياض منذ نحو 5 سنوات قال إنه وجه الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بإيقاف هذه الممارسات وضبط المتورطين، لكن الجميع بات يدرك أن الرجل لم يعد صاحب سلطة على الأرض وأن تلك التوجيهات لا أثر لها في الواقع. حتى رئيس الوزراء ووزير داخليته ومحافظ عدن الذين يقيمون في المدينة ذاتها ليسوا أصحاب قرار فعلي بعد أن نزعت أبو ظبي أنيابهم وتركتهم ضيوفا في قصر معاشيق، ليبقوا شماعة يعلق عليها فشل المتحكمين فعليا بالمدينة في إعادة تطبيع الحياة داخلها. تأتي أعمال الفوضى والعنف المناطقي هذه بعد حادثتين هزت العاصمة المؤقتة عدن وأثبتت فشل الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية، وبدت المدينة مكشوفة لخصومها رغم مرور 4 سنوات على تحريرها وسيطرة أبو ظبي والرياض عليها أمنيا وعسكريا. مراقبون يرون أن هذه الممارسات تهدف لإلهاء الرأي العام عما يعتقد أنه اختراق أمني وفشل كبير أدى إلى مقتل نحو 50 عسكريا وجرح العشرات، وهروبا من استحقاقات تساؤلات ساكني المدينة عن جدوى استمرار الصراع داخل عدن وتجاهل توفير احتياجات الحياة والأمن. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ مختار. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك، وأيضا نبدأ بالترحم على الشهداء من سقطوا غدرا في الحادثتين الإرهابيتين اللتين كانتا في عدن بالأمس. وعلى خلفية هاتين الحادثتين أستاذ مختار، كيف يتم ترحيل أبناء المحافظات الشمالية؟ يعني هل يمكن أن يصنف أنه هروب من وجه القاتل الحقيقي والذي اعترف وانتشى بالجريمة وتداولته جميع وسائل إعلامه؟ أولا نتقدم بخالص التعازي والمواساة لكل من سقطوا في الحادثتين، سواء في مبنى الشرطة في عدن أو أيضا في معسكر الجلاء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ما حدث بعد هذه الحادثة الأليمة والتي ندد الجميع بها، والتي أعلنت ميليشيا الحوثي عبر الناطق العسكري التابع لهم أنهم هم المسؤولين عن هذه الجريمة، نتفاجأ أن
هناك ميليشيات انتشرت في مدينة عدن بشكل هستيري يقومون بالاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية من البسطاء من الناس وأصحاب المحلات والبسطات ومن يعولون أسرهم، والبعض منهم مر عليه سنوات طويلة في مدينة عدن. مدينة عدن التي هي مدينة التسامح، مدينة المحبة، مدينة التي لم تعرف هذه الأعمال، التي لا أعتقد أن هناك جنوبي قبل أن يكون آخر يقبل بهذه الأعمال، يعني أن يتم تصويرهم وإذلالهم ويتم التلفظ عليهم بألفاظ نابية وألفاظ غير أخلاقية، ومع ذلك يقوم بتصويرها بالفيديو ويتم تناولها وتم نشرها كثيرا في وسائل الإعلام. بالتالي ما يحدث في مدينة عدن هي جرائم تهجير قسرية، وهذه الجرائم لابد أن تتوقف. ما يحدث اليوم في مدينة عدن وصمة عار في جبين كل يمني، وليس فقط في الجنوبيين فقط، ولكن في وصمة عار في كل في جبين كل يمني. اليوم نرى أن هناك الأصوات العاقلة التي كانت تتواجد في مدينة عدن اختفت أو خافت من جحيم هذه الميليشيات المتواجدة في مدينة عدن. 3 سنوات ونحن نصرخ، بل أكثر من 3 سنوات منذ أن تم تحرير مدينة عدن، ونحن نقول أن تحرير مدينة عدن من ميليشيا الحوثي وتسليمها لميليشيا أخرى هذا يعني ستكون نتائجه وخيمة. البعض اتهمنا الإخوانجيين مدعومين من قطر، وهؤلاء لا يحبون الجنوب وليسوا مع الانفصال، يعني كانت هناك حملة ترهيب لكل من يتحدث عن هذه الميليشيات. اليوم نقول أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للتغاضي، نتيجة لعدم دمج هذه الميليشيات مع أجهزة الدولة. أيضا هذا يثبت ما لا يدع مجال للشك أن مدينة عدن ليست تابعة للشرعية، إنما تابعة لمجموعة من العصابات والميليشيات التي هي خارج إطار الدولة. إذن أستاذ مختار، يعني كانت قبائل يافع نددت وجرمت ارتكاب كل هذه الحماقات بحق المواطنين وكذلك الكثير من أبناء عدن الشرفاء الذين لم يقبلوا أن يتم المساس بإخوانهم وجيرانهم ومن شاركوهم كثير من اللحظات، ووقفوا أيضا بجانب إخوتهم المواطنين. حين نتساءل من هو الجاني إذا كان كل هؤلاء يظهروا بأنهم هم الجنوبيين، يتحدثون باسم الجنوب؟ لا، أولا لا يحق لهم، هؤلاء الشرذمة أو هؤلاء المجموعات التي يعني لبسوا لبس سياسي وكذلك لبس عسكري، هؤلاء لا يمثلون الجنوب وليسوا كل الجنوب، ولا يحق لهم أيضا أن يتحكموا في الجنوب ومصائر الجنوب. هؤلاء اليوم يحاولون أن يظهروا في الصورة ويظهروا في الساحة سواء سياسيين أو عسكريين أنهم هم الجنوب، وهم الذين يحق لهم أن يتكلموا عن الجنوب، وهم الذين يحملوا قضية الجنوب، وهذا غير صحيح. هناك ائتلافات لا ترفض ما يقوم به ما يسمى المجلس الانتقالي، هناك حركات، هناك أحزاب، هناك حراك ثقافي، هناك حراك سياسي في المناطق الجنوبية لا تقبل به. حضرموت مثلا لا تقبل بعبث الميليشيات الانتقاليين، حتى أن هناك أحد وكلاء محافظة حضرموت أعلن قال أنه لن تكون حضرموت ساحة مثل ما هي عدن. أيضا محافظة المهرة يعني ترفض أن يتحكم بها مجموعة من الميليشيات القروية والميليشيات المناطقية والميليشيات العنصرية التي اليوم ابتدأت بالاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية. إذا تم الصمت على هذه الجرائم وإذا لم يتم إيقافهم عند حدهم، غدا سوف يقوموا بالاعتداء على كل. أنت قلت إذا تم الصمت وعدم إيقافهم عند حدهم في الجرائم، من هو الدولة؟ الدولة المخاطب هي الدولة. الدولة عليها أن تعلن إعلانا صريحا أنه إذا لم نستطع أن نقف في ضد هذه الممارسات وضد هذه الجرائم عليها أن كان هناك توجيه من فخامة رئيس الجمهورية. نعم، ولكن هل يعني اسمح لي أستاذ مختار، يعني هو وجه عبر اتصال لوزير الداخلية وللمحافظ أيضا بأن يتم توقف عن الممارسات خارج القانون ضد هؤلاء المواطنين وممتلكاتهم الخاصة أيضا، ولكن سؤال يعني هل ستتوقف بمجرد التوجيه؟ هل سيعاد من تم ترحيله؟ هل يعني ستعود هذه الممتلكات الخاصة؟ الناس الذين امتهنت كرامتهم هل سيتم المحافظة عليها؟ يعني التوجيه عبر اتصال هاتفي، ونحن نعلم يعني ربما وأنت تحدثت بداية حديثك أن هذا ليست بيد الشرعية، فلمن التوجيه بالضبط؟ التوجيه هو لوزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية التي يعني من المفترض أن تكون تابعة للدولة، ولكن علينا أن نكون واضحين ونتحدث بكل شفافية وبكل صراحة. عدن ليست تابعة للشرعية حاليا،
ومن يسيطر عليها هي ميليشيات وعصابات تابعة للإمارات العربية المتحدة، هي التي تتحكم بها وهي التي تدربها وهي التي تسلم الرواتب لها وهي التي منحتها الأسلحة الثقيلة. ورأينا ما حدث في أحداث يناير في العام 2018 حينما حاولوا الانقضاض على مبنى رئاسة الوزراء، الأمان العام رئاسة الوزراء، وحينما ذهبوا إلى معاشيق كانت كل المدرعات هي مدرعات إماراتية، وكان الإعلام الإماراتي يواكب هذه الجرائم والانتهاكات في مدينة عدن. بالتالي علينا أن نعترف أولاً أن هناك إشكالية حقيقية في مدينة عدن، وأن مدينة عدن خارج إطار الدولة. أنا وأنت والكثير معترفون، ولكن الحكومة حتى ما الذي هو حتى الآن لم تعترف بعد. يعني اسمح لي سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم معنا الشيخ عبد الله النعماني الخطيب والداعي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير شيخ عبد الله. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين إن شاء الله. أهلا بك. إذن جرائم ترحيل عديدة لمواطنين شماليين، ترحيل قسري واستلاب لممتلكاتهم والعديد من الممارسات، وقبلها كان هناك جرائم اغتيال الأئمة، كان هناك العديد من قضايا العنف وكذلك الاختلالات الأمنية. ما الذي يحدث في عدن شيخ عبد الله؟ والله أذكر أنني كنت معك أنت بالذات أستاذة آسيا قبل سنتين وتحدثنا عن قتل العلماء، وكنت أتوقع أنني لن أعيش حتى هذه اللحظة، ولكن الظاهر أنني كالقطة ذات سبع أرواح، وها أنا أعيش لأرى المرحلة الثانية والسيئة جدا من مراحل تجريف الضمير الإنساني. أنا الناس يأسون على جنوب وعلى شمال، وأنا آسى على الإنسان بالشمال والجنوب الذي يجرف في الشمال بالصرخة ويجرف في الجنوب بأسماء أخرى وتشكيلات أخرى، وصلت إلى هذا الحد العظيم. يعني اليوم اشتعل الفيسبوك والتويتر جراء الصرخة التي أطلقتها، وإذا بالناس من يقول حرقوا وانصروا آلهتكم، هذا الإخوانجي، هذا الدنبوعي، هذا حقيقة القول بكلمة الحق والقول بالشرع يعني صار جريمة في لا 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 شيء لم يعني لو لم أرى بعيني ما يحدث لإخواني هنا في عدن لما قلت ذلك، وتكلمت كثيرا عن لا أدافع عن الشماليين، أنا أدافع عن عدن. وهذا الشمالي لو ظلمت القطط في عدن، لو جرت يعني تجريف وأذية للقطط في عدن لحاق بنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها هرة، فكيف بمئات الآلاف وعشرات الآلاف من إخوان من أبناء الشمال يعانون؟ وليست المشكلة هنا، وأبشرك هذا نفس العنصري لو كان باستطاعتي أن يجرفوا جزء من الشعب الجنوبي لجرفوا، ولكنهم قلوا وذلوا أن يفعلوا ذلك. نعم. إذن شيخ عبد الله، نعلم أن هناك العديد من أبناء المحافظات الجنوبية من ينادون بعدم وصول الأمر إلى هذا الحد، وانتصروا للإنسان فعلا ووقفوا مع إخوتهم في ما يحدث لهم، وهناك منادى لتوحيد الصفوف ضد والتوجه ضد العدو الحقيقي، ولكن هل ستسمع مثل هذه الأصوات في ظل تنامي الصور الحقد والكراهية وإيصال الفيديوهات إلى هذه المرحلة، وربما أنت تتحدث عن اشتعال تويتر والفيسبوك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي بالخطاب المناطقي من هنا وهناك وأذل هنا وإذلال هناك؟ يعني هل ممكن يعني أن يتم التوقف عند هذا الحد بمجرد الحديث المجتمعي عن ذلك؟ والله مما زاهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي فعين مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد. نحن نتكلم عن يمن شمال أو جنوب، بينما نحن جميعا محتلون، لا قيمة لنا في هذه البلد. هناك شمال تتحكم فيه إيران، وهنا جنوب كذا تتحكم فيه دول إقليمية. نحن كيمنيين جنوبيين أو شمال لا نملك القرار شيء، وفوق هذا نتضارب على رقعة جغرافية صغيرة وما إلى ذلك. أنا كلمت قبل سنتين أن بداية التجريف لعقل الإنسان هو بقتل أهل العقول، فمسلسل قتل الخطراء الذي تم قبل سنتين وتعامل معه التحالف والشرعية بنوع من الاستهتار ولا مبالاة هو الآن يؤتي أكل هذه الثمار. قتل العقول، قتل الفضيلة، أنت عندما تقتل العلماء والخطباء أنت لا تقتل أشخاصهم، أنت قربتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت تقتل الصوت وخط الدفاع الأخير. وأنا أقولها أن العلماء والدعاء هم خط الدفاع الأخير عن الناس، مثلما كانوا خط الدفاع الأول عن ضد الميليشيات في الدفاع عن عدن، ها هم الآن يكونوا خط الدفاع الثاني ضد كل مظلوم.
والشمالي هذا إذا كنتم تعادونه سياسيا، لا أتكلم سياسة نهائيا، أنا لا يهمني التحالف ولا الشرعية ولا الانتقالي ولا الإصلاح، هؤلاء جميعا لا يهمني، أنا يهمني الله رسوله الإسلام، من انتهك حدود الله ورسوله والإسلام هذا الذي يجب أن يقف ضده كائنا من كان. أما السياسة أنا كخطيب مسجد مؤتمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلي بقضية انتصار هذا أو انفصال هذا أو توحد هذا، تعالوا في جن تعجنكم، أنا أتكلم عن حدود الله التي من تعداها أوجب الله علينا غضبه. ذكرت في خطبة الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في الليل يتمشى وبغير قصد داس على قدم رجل، الرجل قام فزعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقني الصباح، يعني تعال لي بالصبح، فأتى الرجل في الصبح فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 18 نعجة مقابل إفزاعه، برغم أن الرجل فرح أن يفزعه محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم بالله عليكم هذا الإذلال والإهانة والمطاردة لإخواننا وكأنهم هنود حمر، وإغلاق المطاعم وإغلاق الحياة، هذا يرضي من؟ بالله عليكم يرضي من؟ وهذا ضد من؟ أنت الآن تقدم مقاتلين، المفروض الآن أن وزارة الداخلية تقدم أو تحيل من فعل هذه الأفاعيل، تحيلهم إلى التحقيق، لأنهم يقدمون مقاتلين للحوثي، الحوثي الآن يعاني من قلة المقاتلين في جبهاته، فمن يدعم الحوثي بجبهات مثل هذا؟ أرسل له عشرات الآلاف من الحاقدين المدمرين المحطمين فيذهب ليرسل لنا سهما إلى صدورنا، هؤلاء يعملون مع الحوثي سواء بتآمر أو بغباء، ليس عدوا للحزام الأمن، بل أشهد الله أن كثيرا من كبار الضباط والمسؤولين والقيادات في الحزام الأمني هم ضد هذا التصرف، لأن هذا التصرف كما قلت ليس فقط ضد الدين بل حتى ضد الشرف والنخوة والرجولة والقبيلة، عيد نحن سلالة العرب العظماء الذين يتقاتلون لإكرام الضيف ويذبح حاتم جدنا الطائي ناقته وخيله من أجل الضيبان، ونأتي نحن نرعب الضيف، بل كان العرب قديما يستحقرون من لا جوار له، يستحقرون من لا جوار له، وإن المستجير بعمل عند كربته كالمستجير للرمضاء بالنار، ونحن نكرمنا الله في عدن ونجير الآلاف من إخواننا من الشمال ثم نعاملهم بهذه الطريقة، كيف سينصرنا الله؟ كما قال عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وأنا أقول عبد الله النعماني مستعدا أخضع لأي محاكمة عادلة تتم لي إذا كنت أخطأت في حق إخواني يتقدمون لي ويحاكمون حسب شرع الله، أما السياسة كما قلت فهي تحت قدمي، نحن نحتكم إلى شرع، هل ما قاله عبد الله في اعتراضي على هذه الأعمال التجريبية شيء يعني يغضب الله؟ هذا الذي عندي ليس عندي إلا كلمتي فقط، ونطالب طبعا كما تفضل سمعت الضيف في الجهة المقابلة ولم أسمع اللقاء أنه طالب وزارة الداخلية والشرعية تصرف بالفعل الشرعية، لا يكفي أن ترسل ورقة، الشرعية عندها قدرات وقوات موجودة في الأرض، وإذا لم تدافع اليوم عن هؤلاء سيحيق الله حتى بها، والله ليس بينه وبين الناس نسب، بينه وبينهم دين، وهؤلاء أحباب الله وعباده المقربون والعمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذيتهم ولو كانوا مشركين، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر قيصر الروم أن يؤذي العمال وهم نصارى، قال فإن لم قال أسلم تسلم وإن لم تسلم فإن عليك ذنب الأريسيين، والأريسيون فسر العلماء بأنهم العمال والفلاحين. إذن شيخ عبد الله عند هذه النقاط التي ذكرتها خاصة فيما يتعلق بدور الدولة، سأعود إلى الضيفين في الاستوديو، شاكرة لك شيخ عبد الله النعماني الخطيب والداعية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. حقيقة أستاذ مختار الجميع يتساءل أين هي الدولة مما يحدث؟ هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ترحيل قسري يعني أبناء الشمال، قبل سنتين تم نفس الفعل وكان يتم ترحيلهم ببطائق الهوية، الآن يعني لم نجد أي ردة فعل حقيقية تجاه ما يحدث، والساحة مفتوحة لهؤلاء الذين يسمون بالميليشيا في نظر الدولة ويرونها وهي تعبث عبث كامل بالمواطنين. أولا مسؤولية الدولة هي حماية المواطن في الشمال في الجنوب في الوسط في كل مكان، عمل الدولة الأساسي هو حماية الحرمات وحماية المواطن وحماية أمنه واستقراره، سواء كان شمالي أو جنوبي أو وسطي أو شرقي أو غربي. الدولة ليست عاجزة ولديها قوات ولديها في الداخلية وفي الدفاع وهناك ألوية، ولكن
هؤلاء الميليشيات يريدون أن يجروا الدولة والقوات المتواجدة في مدينة عدن إلى حرب، وبعد ذلك يكون ردة فعلهم أن يستولوا على مؤسسات الدولة وأن يفرضوا أمرا واقعيا. وهذا طبعا سيناريو رأيناه في مدينة عدن في أحداث يناير في العام 2018، أنهم كانوا حينما واجهتهم قوات الحماية الرئاسية وقوات المنطقة لكنهم الرابعة لكنهم توقفوا بتدخل السعودية. ألا تستطيع السعودية الآن أن تتدخل أيضا؟ لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة موقف واضح من قبل السعودية ومن قبل التحالف العربي عن ما يحصل من جرائم، من انتهاكات، من تهجير قسري. على العكس، يعني يتهم التحالف بقيادة الإمارات السعودية أنهم هم من سلحوا هذه الميليشيا، هم من يدفعون لها الرواتب، هم من يتيحون لها الفرصة في أن تمسك بزمام كثير من المناطق الأمنية والمطارات والموانئ. يعني حتى على مستوى المطارات أعيدوا من كانوا مقررين سفرهم إلى كثير من الدول، إلى القاهرة وغيره. يعني مثل هذه التصرفات أولاً علينا أن نفرق ما بين ما تقوم به دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. نحن لا نفرق أستاذ مختار، هذا شأنكم. لكن نحن نقول أن اليوم الميليشيات اللي متواجدة في مدينة عدن، يعني لا يعقل أن تتصرف إحدى دول التحالف بمعزل عن إرادة قائدة التحالف العربي، أو يعني لم تكن تحت إشرافها. يعني هل يعقل أن يتم العبث بالجنوب بهذا الشكل والسعودية لا تدري، أو يعني تغض الطرف إلى هذا الحد؟ يعني طبعا أسئلة كثيرة، وبالإمكان أنه نرد على أنه نحن نتعامل بالظاهر. المملكة العربية السعودية في كل بياناتها وفي كل المشاكل والأزمات التي حصلت في المناطق الجنوبية، دعني أتفق معك، نتعامل بالظاهر. نعم، أستاذ مختار، نتعامل بالظاهر. كانت مواقفها واضحة. نعم، البيانات وتدخلت واضحة في 2018 في أحداث يناير. ما هو الظاهر الآن؟ يعني اسمح لي، ما هو الظاهر؟ هناك عبث إماراتي، والظاهر أن السعودية لا تحرك ساكنا أمامها. هذا هو الظاهر. يعني لم نعد نبحث ما وراء السطور، ولماذا السعودية صامتة، وهل هناك تحت الطاولة خلافات بينهما أو لا. نحن نتعامل بالظاهر كما قلت. إمارات تعبث بالمحافظات الجنوبية بشكل واضح، تسلح، تملشن، مختطفة للدولة، والسعودية تعمل ذات الفعل في المهرة. وأيضا يعني هذا هو الذي يظهر لنا، أن السعودية لا تحرك ساكنا لما يحدث. علينا أن نعترف أن هناك إشكالية، وهذه الإشكالية وصلت بها الحال إلى أن نصل إلى انتهاكات وجرائم في محافظة عدن، جرائم يعني غير أخلاقية، لا يمكن لأي عاقل أو أي لبشر سوي أن يقبل بهذه الجرائم والانتهاكات. هناك إشكالية ما بين الشرعية وما بين التحالف، ونحن لدينا منذ ما بعد إعلان العاصفة والضربات الخاطئة التي كانت تصيب سواء الجنود أو المدنيين، وقلنا أن هناك إشكالية لا بد أن يتم حل هذه المشكلة. من غير المعقول أن يكون أول إنجاز للتحالف العربي في اليمن هو انفصال لليمن، هذا لا أعتقد أن أحد سيقبل به. التحالف جاء وفق أهداف محددة مسبقا، إعادة الدولة والشرعية، وليس إنشاء ميليشيات في الجنوب وميليشيات أخرى في المناطق الأخرى. التحالف العربي معني بتنفيذ الأهداف، أو على قيادة الشرعية أن تعلن أن التحالف فشل في إعادة الشرعية، وأن هناك إشكالية حقيقية في المناطق الجنوبية، والمناطق الجنوبية اليوم ندفع ثمنها. اليوم يدفع ثمنها الشمالي، غدا سيدفع ثمنها ابن عدن، سيدفع ثمنها ابن شبوة، لأن الميليشيا هذه المشكلة هي مشكلة من مناطق محددة، من بعض المناطق التي تسمى المناطق القروية، أو المناطق التي هي تحمل أفكار عنصرية ضد أبناء عدن وشبوة وأبيان وحضرموت والمهرة وسقطرة. هؤلاء الميليشيات أو هؤلاء العصابات التي تحاول اليوم السيطرة على المحافظة الجنوبية، هي اليوم تقوم بالتنكيل بأبناء الشمال، غدا ستقوم بالتنكيل بأبناء الجنوب، ومن أجل تسيطر على شبوة النفطية، تسيطر على حضرموت النفطية، تريد اليوم أن تتخلص من هؤلاء الشماليين وتنتقل بعد ذلك إلى أن تقضي على كل الأصوات التي لا تقبل بها. نعم، ربما ندينا جميعا أستاذ مختار بأن على الشرعية أن تتخذ موقف حاسم ضد الإمارات إن كانت تجد أنها مخالفة لخط التحالف، ربما من أول عبث بسقطرة، منذ أول رفض لوجود أو تواجد طائرة هادي ورئيس الحكومة وطائرة الرواتب وما إلى ذلك، حتى قبل الخلافات الخليجية والذين يحملون تبعاتها. يعني تبعاتها، ونحن نتحدث عن الإمارات منذ أول خلل لاحظناه. لكن الآن
دعني من الإمارات والسعودية، في نهاية الأمر هي ليست مسؤولة عني وعنك، هي المسؤولة عننا والمساءلة هي الدولة. نعم. هي التي يعني يفترض بها أن تتخذ المواقف الحقيقية تجاه كل هذا الحبث، العبث، إسالة الدماء، طرد الشماليين وغيرها واغتيالات، كل هذا الخلل هي المساءلة عنه. فأين هي هذه الدولة؟ هو أنا تحدثت في بداية الحلقة أنه علينا أن نعترف أن مدينة عدن غير خاضعة كليا للدولة. بالتالي من يتحمل المسؤولية أمام القضاء، أمام المنظمات الدولية، الانتهاكات، السجون السرية، الاعتقالات، الاختطافات، طرد الشماليين في المرة السابقة وطرد الشماليين في هذه المرة، هي الراعية لكل هذه العصابات وهذه الميليشيات، وهي دولة الإمارات. نتحدث بكل صراحة أن من يتحمل هذا العبء، وعلى الدولة أن تتحرك عبر مؤسساتها سواء القضائية أو الحقوقية أو الحكومية أو الدبلوماسية لشرح ما يحدث في مدينة عدن للمجتمع الدولي، وتحميل الإمارات بكل صراحة، لأن الإمارات اليوم تريد أن تنسحب من اليمن، وهناك أعتقد صفقة ما بينها وبين إيران يعني ظهرت جليا في الفترة الأخيرة، ولقاءات حميمية بين الإيراني والإماراتيين، وأعلنوا خلال أقل من شهر أنهم سينسحبوا تدريجيا وسينسحبوا وسيتركوا اليمن، واليوم هناك تصريح جديد من قيادات إماراتية. بالتالي هم اليوم يريدون أن ينسحبوا لكي يتخفف الضغوطات عليهم، ولكن ينسحبوا بعد ماذا؟ بعد أن لغموا الجنوب بالميليشيات، بعد أن لغموا المناطق تعز أو غيرها من المناطق وسقطرة بهذه الميليشيات وهذه الكيانات المتمردة على الدولة. بالتالي علينا اليوم أن يكون موقف، هناك موقف رسمي وهناك أيضا موقف شعبية داعمة للتحركات الرسمية. صح. وما رأيناه اليوم من قبل سواء الشرفاء من أبناء الجنوب، أنا شاهدت اليوم في الفيسبوك وتويتر هناك صحوة وهناك حديث إنساني وهناك حديث عقلاني، ربما يبعث على الأمل. يعني أنا بكل تأكيد نحن أتابع أي فيديوهات من الفيديوهات المسيئة التي حدثت، الفيديوهات للأمانة الفيديوهات مؤلمة، والفيديوهات يعني عندما يكون هناك عسكري يمتهن كرامة الإنسان، بغض النظر اعتبرونا نحن شماليين وأنتم جنوبيين، اعتبرونا منفصلين، عليكم أن تشكلوا لجان وتحفظوا كرامة الآدمي، وأن يكون هناك يعني حتى له ترحيل، يعني لنفترض أنه حدث انفصال وأنهم في دولة أخرى، لكن أن يقوم بالامتهان هذه الكرامة الآدمي وهو جاره وشقيقه والبعض منهم لهم عشرات السنوات في مدينة عدن، هذا لا أحد يقبل به، أي إنسان سوي لا يمكن يقبل بهذه المشاهد. بالتالي اليوم كان هناك بيان من قبائل يافع، وهذا بيان رائع وبيان موقف شجاع من قبائل أبناء يافع، لأن هناك مجموعة من أبناء يافع للأسف الشديد يحاولون يتبنوا يعني هذه المواقف المتشددة، وهناك أيضا من أبناء الضالع يريدون أن يتبنوا المواقف المتشددة، لكن نحن لا نحمل الضالع ولا يافع، الضالع فيها رجال شرفاء وهم إخوة لنا، وأيضا في يافع وفي الجنوب بأكمله. وأنا في المرة السابقة وتحدثت معك في هذا البرنامج أن مشكلتنا نحن ليست مع الجنوبيين ولن تكون مع الجنوبيين، مشكلتنا مع الذي قتل الجنوبي وقتل الشمالي، ليست مع الجنوبي وليست مع هذه الأطراف الآن التي تحاول السيطرة على الجنوب. تحدثت وناشدتهم من هنا أننا دعونا نتخلص من ميليشيا الحوثي وبعد ذلك ارفعوا السقف، طالبوا بالانفصال، اعملوا ما شئتم، ولكن اليوم الحوثي اليوم حين الذي قتل الجنود الجنوبيين في معسكر الجلاء وفي الشرطة وغيرها من المناطق، وما يزال خطر الحوثي حتى هذه اللحظة على مدينة عدن، على مدينة لاحج، على مدينة الضالع، الخطر ما يزال داهم، وهم متفرغين لأبناء تعز، لما يسمونهم أبناء المناطق الشمالية أو ما يسمونهم بأبناء اليمن، الجمهورية اليمن العربية، يعني تسميات متعددة. هذه الأعمال وهذه ما يقومون به لا أعتقد أنه يوجد هناك عاقل يقبل به، ولا يمكن أن تأتي منطقة في الجنوب وتريد أن تحكم الجنوب بالكامل، كما أنه لا يمكن لمنطقة في الشمال أن تتحكم في اليمن أو في المناطق الشمالية. نحن ارتضينا ودخلنا في حوار وطني أن هناك شكل جديد للوحدة اليمنية، دولة اتحادية من عدة أقاليم، وكنا ننتظر من دولة الإمارات أن تنقل لنا تجربتها الاتحادية، ولكن للأسف الشديد أنها تنقل لنا تجربة التقزيم والتشطير والانفصال في اليمن. نعم. إذن هل يمكن أن نربط سلسلة الأحداث بداية بتغريدة مستشار بن زايد وانتهاء بترحيل الشماليين، وهم يتحدثون عن يمنيين، يتحدثون عن اليمن لن يعود موحدا كما كان؟ موقف الإمارات أنا أعتقد أنه قديم جدا، منذ أيام زايد يعني رئيس دولة الإمارات المرحوم، تحدث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته أنه حينما في حرب 94
قال بالحرف الواحد أنه مع تجزئة مع التجزئة ومع الانفصال، وهذا طبعا مذكور في المذكرات. بالتالي موقف الإمارات نعم وموقفهم موقف واضح، يعني الموقف الجديد الذي يتبناه الأبناء هو نفس الموقف الذي تبناه الأب وتبنته الدولة. تغريدة عبد الله عبد الخالق التي أعلن أنه لن يكون هناك يمن واحد، أولا هذا استفزاز اليمني وتدخل صارخ وسافر ولا يمكن نقبل به لا منه ولا من غيره، ولكن هذا يدل دلالة قطعية على أن الإمارات تتحمل كل ما يحدث في المناطق الجنوبية، تتحمل جرائم الاغتيالات، تتحمل جرائم القتل، تتحمل جرائم السجون السرية، تتحمل كل العبث الحاصل في مدينة عدن والمناطق الجنوبية الأخرى، وأيضا تتحمل ما يحدث في محافظة شبوة من محاولة السيطرة على منابع النفط والغاز، وتتحمل أيضا نشر الميليشيات في سقطرة ونشر الميليشيات في حضرموت ونشر الميليشيات في كل المناطق. بالتالي نقول أن موقف الإمارة اليوم هو الموقف السابق، وهي تبحث اليوم عن السيطرة عن الممرات المائية وتبحث عن السيطرة عن الجزر، وتريد أن تبني إمبراطوريتها على جماجم أبناء الشعب اليمني. وفي الأخير حتى إذا انسحبت سيكون هؤلاء القيادات سواء العسكرية والسياسية هم مطية، وأبو ماجد وأبو مشعل وأبو مش عارف إيش الإماراتيين كلهم يمشوهم بالواتساب وبرسائل بالواتساب. يعني في الأخير حتى القرار الجنوبي لن يكون بيد الجنوبيين بقدر ما سيكون بيد دولة الإمارات، وهي التي تحركه كيفما تريد وبالريموت كنترول. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور محمد السعدي الباحث في الشأن السياسي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. أهلا بك دكتور. إذن هل ترى ما يشهده الشارع الجنوبي وتحديدا عدن من موجة العنف وخطاب الكراهية لها أيادي خارجية أم أنها ردت فعل غاضبة جراء ما حدث؟ بالنسبة لما يحدث في عدن هو بالتأكيد هناك أيدي خارجية تريد العبث في بأمن العاصمة عدن. خطاب الكراهية كما أراه أنا وهذا رأيي أنه يراد منه عدة أهداف، من ضمن هذه الأهداف جميع ما حدث بالأمس في معسكر الجلاء وفي مركز شرطة الشيخ عثمان وكذلك ما حدث في مديرية المحفظ، بحيث أصبح اليوم الحديث حديث الناس حول حملات التحريض ونسى الناس ما حدث بالضبط. يراد أن يقيد ما حدث وأن يقيد يعني تحت يقيد ضد مجهول. الأهداف الأخرى يعني يراد بعد أن تكون في حالة من الاضطراب الأمني، تظهر الشرعية في حالة من الضعف، هذا يخدم بالمجمل جماعة الحوثي والمشروع الإيراني، ولا يتأتى هذا إلا إذا ظهر الأمن عاجزا في العاصمة عدن و وظهور هناك ايضا العنصريه وخطاب العنصريه خطاب الكراهيه. حقيقه اهالي عدن رفضوا هذا الخطاب، وراينا اليوم كيف ان الاهالي لم يستجيبوا لهذا الخطاب التحريضي ولم يخرجوا، بل بالعكس رفضوا هذا الخطاب واستهجنوه. لكن راينا بعض افراد من قوات الحزام الامني قامت ببعض التجاوزات ويتحمل مسؤوليتها قادة هذه الوحدات، لأن هؤلاء الجنود ينفذون الأوامر والمسؤول الأول عن ذلك من يصدر هذه الأوامر. نعم، إذا الواضح أستاذ دكتور محمد أن هناك تعبئة وخطاب مناطقي، كيف تفسر؟ الخطاب المناطقي يجب أن ندرك أن هناك مراكز إعلامية لجماعة الحوثي كذلك إيران هي تشرف على هذه المراكز، وهناك صفحات مزورة وأسماء مزورة كثيرة، وهناك أناس عاطفيون انجروا وخدعوا. يعني تقول بأن هذا الخطاب التحريضي تقف وراءه ميليشيا الحوثي بأذرعها الإعلامية؟ نعم هذا الخطاب. وما الذي تفعله الإمارات؟ بالنسبة للإمارات إلى اللحظة احنا لم نرى أو لم تعلن موقفا واضحا عما حدث بالضبط، لكن هي اسمح لي دكتور محمد. نعم، هل نحن بحاجة إلى موقف؟ ألا نعلم أن من يقومون بطرد الشماليين بذلك الشكل أنهم يعني مدعومون كليا من الإمارات؟ إذا سمحت لي أختي تفضل. أن أكمل فقط الفكرة، الإمارات لم يصدر أي موقف معلن حول أحداث الأمس، لكن هناك عناصر ينتمون إلى المجلس الانتقالي منهم إعلاميون منهم نشطاء
يعني ساهموا في ضخ أو دعم حملة التحريض ضد المواطنين من المحافظات الشمالية، وهذا الذي نستهجنه بشكل حقيقي، وطالبنا المجلس الانتقالي بكف هؤلاء أو إصدار بيان واضح وتحديد موقف واضح من خطاب الكراهية، لأنه سيصبح المتهم الرئيسي في هذا الخطاب. وأنا أتحدث عن المعطيات، لا أتحدث عن التحليلات. المعطيات الموجودة التي نعم المعطيات الموجودة دكتور محمد إذا سمحت لي، المعطيات الموجودة أنت تتحدث عن بعض عناصر في المجلس الانتقالي، لم يصدر من المجلس الانتقالي أي موقف حاسم لإيقاف هؤلاء أو حتى بيان كما تفضلت. بالأمس كان معي أحد أعضاء المجلس الانتقالي وهو يتحدث عن هؤلاء البسطاء الباعة الذين يشكون بأنهم خلايا، يعني رغم أنه يعني تحدث عن احترامه للاجئين، ولكن هؤلاء الباعة الذين أظهروا أكثر من مرة بأنهم خلايا نائمة وبأنهم إرهابيون وبأنهم أتوا لتخريب عدن، فهذه إشكالية حقيقة أن ينظر لهؤلاء البسطاء من الناس بهذه العين ولا نجد ردة فعل واضحة لمن تبنى مثل هذه العمليات. ما هو السؤال بالضبط فيه؟ نعم تعليقك على أنه لم يصدر حتى الآن بيان من المجلس الانتقالي لكل ما حدث، أنت تتحدث عن عناصر قليلة بينما العالم يعرف أنه هو المجلس الانتقالي من يقوم بذلك، هل يعقل أن كل من طردوا هؤلاء الناس وكلهم عناصر قليلة؟ أختي الكريمة أنا كلامي واضح، أنا قلت بأن عناصر من الانتقالي نشطاء وينتمون إلى المجلس الانتقالي يساهمون بشكل فاعل في هذه الحملة، والمجلس الانتقالي إلى اللحظة لم يصدر بيانا واضحا حول هذا الأمر، مما يؤكد أن المجلس الانتقالي متبني لهذا الخطاب إلى اللحظة. وطالبنا نحن إلى بعض قيادات الانتقالي بأن يكفوا هذه العناصر أو أن يصدروا بيان يحددوا موقف ويعلنوا بأنهم ضد الحملة التحريضية، لكن هذا لم يحدث. ولذلك وأنا يعني ولذلك أنا أريد أن أوضح، نحن نتعامل وفق المعطيات، وفق ليس وفق الافتراضات. الافتراضات هي تظل محط التحليل، محط التحليل، ولكن لا بد ان يكون نقاشنا مبني على الوقائع. نعم. على الوقائع، نعم. اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد السعدي الباحث في الشان السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اذا يجد الدكتور محمد ان هناك يعني خلايا ايضا اعلاميه تعمل بخطاب تحريض تنتمي لي ميليشيا الحوثي، وقال عمليا أن من يقومون بهذه الأفعال هم عناصر من المجلس الانتقالي الذي حمله المسؤولية طالما لم يتبنى أي ردة فعل حتى اللحظة. أولا الواقع، يعني الدكتور تحدث عن يعني أنه نتحدث عن الواقع، يعني المعطيات، معطيات الواقع. الواقع واضح، هناك ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي، هناك خطاب تحريض من قبل الإرهابي هاني بن بريك، هناك خطاب تحريض من عيدروس الزبيدي، هناك خطاب تحريض من كل القيادات التابعة للإمارات المرتبطين بالمجلس الانتقالي. من يقوم بهذه الحملة هم مجموعة من هذه العصابات وهذه الميليشيات التابعة للنخب والتابعة للحزام الأمني، وهناك توثيق بالصوت والصورة لكل هذه الجرائم. بالتالي عن أي معطية نتحدث؟ نحن لا نتحدث عن موزمبيق، ولا نتحدث عن جنوب أفريقيا، ولا نتحدث عن ما يحصل في دول أخرى، نتحدث عن واقع. والواقع اليوم، حتى اليوم كنت أنا أستغرب من بعض المبررين أنه لا يوجد هناك وأنتم تضخمون. يا أخي هناك جرائم، هناك العشرات ممن تم اقتيادهم، يعني وكأنهم يعني لم يحترموا حتى آدميتهم، وكأنهم مثل الحيوانات، حشروهم في ديانات ويقوموا برجمهم في ما يقولون عنها الحدود الشطرية. هذه جرائم، علينا أن نتحدث ونتحلى بالشجاعة ونسمي المسميات، نقول أن من يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم هو الإرهابي هاني بن بريك، هو عيدروس الزبيدي، سواء اليوم أو غد سيدفع ثمن هذه الجرائم، سواء أمام القضاء اليمني أو أمام القضاء الدولي، لأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. أنا أقول رسالة للجنوبيين والقيادة الجنوبية، حينما نحن في الشمال صمتنا على دماج حينما تم تهجيرهم من قبل عصابات الحوثيين، الجميع صمت، الأحزاب صمتت، النقابات صمتت، المنظمات صمتت، حتى الدولة صمتت. دفع اليمنيين ثمن ذلك في الشمال، وتم تهجير قيادة الدولة والآلاف. اليوم نقول أنه إذا لم يكن هناك موقف من الجنوبيين، ليس منك شمالي، من الجنوبيين أنفسهم، سواء في مجلس الانتقالي إذا عاد فيهم يعني نخوة وكرامة وإنسانية يتعاملوا معهم بإنسانية،
إذا لم يتحملوا هذه المسؤولية وإذا صمت الجميع في الجنوب فسيدفعوا ثمن هذا اليوم أو غدا. وستضرب وإن غدا لنظره لقريب، يعني أنا لا أهدد ولكن أقول نحن صمتنا في دماج ودفعنا الثمن، واليوم إذا صمتوا أنتم في الجنوب ستدفعوا ثمن من هذه الميليشيات ومن هذه العصابات. نعم، بخطاب الكراهية أستاذ مختار، كيف يتم صناعة العنف وتغييب الدولة معا؟ الخطاب العنصري للأسف الشديد منذ تم تحرير مدينة عدن، وهناك خطاب تحريضي ضد كل ما هو شمالي، حملونا حتى جرائم الميليشيات الحوثية، كنا نقول ونصرخ معهم، نقول الحوثي قتلني في صنعاء وفي عمران وفي تعز وفي إب وفي كل المناطق كما قتلك في التواهي وفي كريتر وفي تم عدن. تم التغاضي عن ميليشيا الحوثي وتم التغاضي أيضا عن ميليشيا طارق، يعني هناك طارق موجود طارق الذي يعني لماذا؟ لأنه طارق موجود في مدينة عدن، لأن الكفيل واحد، الإمارات هي التي جابت طارق، وأنا لا أحرض على طارق وعلى قوة طارق، ولكن أقول أنهم لكن الأمر مستغرب. نعم، فعليا لكن يعني انهم اليوم يذهبوا الى البساطات عند الرجل البسيط الذي يشتغل في بيع الخضروات في الطماط في البصل في الاشياء العاديه ويقوم بحرقها ويقوم بالاعتداء على المحلات والمحلات التجاريه ويتم ويدخلوا حتى المحلات ويبحثوا عن اصحاب تعز، اين هم اصحاب تعز؟ اين هم اصحاب المناطق الشماليه؟ ويقوموا بجرهم وطردهم في 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 ديانات، ويقوموا ايضا بالتوثيق والتصوير من اجل الاهانه ومن اجل ايصال رسائل. هذا الخطاب خطاب الكراهيه لن يخدم احد لا في الشمال ولا في الجنوب. الجنوب غارق في المناطقية كما نحن في الشمال غارقين أيضا في المناطقية وفي العنصرية، كما هم أيضا غارقين في العنصرية ولديهم تاريخ مليء بالدماء وبالقتل، أحداث 86 وما قبلها و67 والجبهة القومية والجبهة الوطنية، كل هذه الجرائم نحن لا نستحضر الماضي، ولكن نقول علينا أن نفتح صفحة جديدة، علينا أن لكن هناك من يدرك يعني هذا التاريخ المثقل بهذا الخطاب أستاذ مختار، يعني كتب مصطفى راجح عن الممارسات العنصرية ضد اليمنيين القادمين من الشمال، نهج إماراتي مستمر منذ 5 سنوات تقريبا وبأدوات محلية صنعها هو. نعم، لماذا تعتمد برأيك الإمارات خلق هذه الكراهية بين أبناء الشعب والواحد؟ أولا هو لديها مشروع واضح، هو يعني فصل الشمال عن الجنوب، لأن مصلحتها ليس في الشمال، الشمال فليذهب مع إيران فليذهب مع الحوثي لا دخل لهم به، هم يريدوا أن يسيطروا على المناطق الاستراتيجية وعلى الممرات المائية، بالتالي إذا لم يخلقوا هذا الصراع وإذا لم يخلقوا خطاب الكراهية ضد كل ما هو شمال لن يستطيعوا أن يسيطروا على الجنوب، لن يستطيعوا أن يخلقوا واقع جديد، لن يستطيعوا أن يعني يستحضروا الماضي أن هناك كان لنا دولة وأن دولتنا كانت يعني دولة بكامل سلمناها للشمال واستحضار الماضي واستحضار المظلومية، يتحدثوا بمظلومية أنهم مظلومين. نعم، نقول كان هناك قضية جنوبية ولكن اليوم من يحكمناهم الجنوبيين، الرئيس جنوبي، القيادة العسكرية جنوبية، السفراء، أهم سفراء في الدول في العالم هم جنوبيين، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، السعودية، في السعودية، في الكويت، في البحرين. نحن لا نقول، أنا لا أحصر الآن الأسماء لكي أحرض عليهم، ولكن أقول القيادات مستعدين أن نسلم لهم الدولة ومستعدين أن نعمل تحت ظل دولة يعني من القيادة الجنوبية من الشرفاء، ولكن أيضا لا تستحضروا المظلومية. اليوم أنا شمالي لا أستطيع أن أدخل مدينة عدن، اليوم أنا أريد أن أذهب للعلاج في مصر أو في الأردن أو في دولة أخرى ويتم إيقاف أكثر من 50 إلى 60 نقطة ما بين من تعز أو من الضالع إلى داخل مدينة عدن، هناك ممارسات سيئة وهناك اعتداءات وهناك نعم للأسف الشديد أن هذه الممارسات أستاذ مختار في المناطق التي تعد محررة. يعني نحن نعتب على ميليشيا الحوثي زرع العديد من النقاط ولم نستطع أن نحل هذه الإشكالية في المناطق التي تتغنى بها الشرعية والتحالف 80% من 85 المناطق 85 ليس 80 ما شاء الله عقبال المئة اللي مش عارفين فين بالضبط. وهذه هي مشكلة حقيقية، يعني لا ناشئ على الأرض. يعني اليوم المجتمع الدولي يقول لنا أنتم حكومة عايشين في الخارج ولا تستطيع العودة، كيف تقولوا أن هناك 85%؟ وهذا فعلا سؤال منطقي، يعني لماذا لا تعودون إلى داخل الدولة ومن العاصمة المؤقتة؟ السبب أن هناك تم زرع ميليشيات، أن الإمارات اليوم تغذي هذه الميليشيات وهم بالآلاف، يعني إما أن تكون هناك معركة داخل مدينة عدن ويسيل الدماء وهذا لا أحد يقبل به ولا أحد يرتضي به وهذا ما تريده الإمارات. هذه مشكلة حقيقية أستاذ مختار، ربما قد لمسها المجتمع الدولي كما تقول. إذن ما هو مصير البلد في ظل كل هذا؟ المصير البلد أنه لا بد أولا أن يكون هناك مصارحة وشفافية مع التحالف العربي. أنتم جئتم ليس لن يكون أول إنجاز للتحالف العربي هو يعني على الرئيس البلد. هذه أن يكاشف العالم بكل تأكيد. نعم. علي ليس العالم، أولا علينا أن نكون في نتحدث بصراحة وشفافية مع التحالف العربي أن ما يحصل اليوم في عدن هذا ينعكس علينا وعليكم. ما الذي ينتظر أستاذ مختار؟ ما الذي ينتظر هنا يعني إلى هذه اللحظة كثير من الأحداث المستفزة حقيقة والتي تشعر المرء بأنه يهان، يعني وأن بلده تهان بشكل أو بآخر، ومع ذلك
يعني لا ندري ما الذي ينتظره هادي حتى يعلن او حتى يجلس مع التحالف. انا اؤكد لك ان فخامه الرئيس يعني في كل مناسبه يتحدث مع قياده التحالف العربي، وقد ارسل لهم اكثر من خطاب وطرح قياده التحالف والملك سلمان يعني بكل صراحه وتم حصر اكثر من 31 نقطه تم تسليمها للتحالف العربي عن ما تقوم به دوله الامارات. تم ارسال مذكره الى مجلس الامن الدولي وشكوى رسميه. نعم، ما هو الرد الرسمي للتحالف حتى هذه اللحظه؟ يعني انا اعتقد انه بعد ما التقارب الايراني الاماراتي اعتقد ان هناك سيكون هناك موقف سعودي، ولان ما يحدث اليوم من تقارب اماراتي ايراني سيدفع ثمنه السعوديه وسندفع ثمنه نحن اليمنيين، لان الامارات في الاخير تبحث عن مصالحها وتبحث عن بناء امبراطوريتها. يعني ليس يعني سندفع، بدانا الدفع منذ 5 سنوات تقريبا. للاسف الشديد. شكرا جزيلا لك مختار الرحبي مستشار وزاره الاعلام، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. شكرا جزيلا. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء اليمني الجديد. كونوا برعايه الله وامنه.